اسعد الله اوقاتكم مشاهدينا بكل خير، واهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجنا بيتنا احلى. قصه حقيقيه دارت احداثها في واحد من عربيات القطر. دخل راجل ومعاه ولاده اللي باين عليهم الشقاوه، وبعد ما قعد راح في النوم وساب ولاده اللي كسر واللي رزع واللي شد الجنون ويقطعه، وعمالين بقى يرموا الحاجه لبعض، ده غير صوتهم اللي ما وقفش من ساعه ما ركبوا، لدرجه ان الركاب كلهم كانوا عمالين يبصوا له باستغراب واستهجان لكميه البرود اللي هو فيها. والراجل ولا هو هنا. وبعد فترة محترمة قام الراجل من نومه على واحد من الركاب وهو بيصحيه ويقول له: انت ازاي سايب ولادك كده وكمان جاي لك نوم؟ دول ازعجوا الركاب كلهم، وانت ولا انت هنا، حقيقي انت راجل عديم الاحساس. قام الاب رد بكل هدوء وكسرة نفس وقال: فعلا انا لازم اتصرف في صوتهم، صوتهم عالي وعاملين ازعاج شديد، بس احنا لسه خارجين من المستشفى بعد وفاة والدتهم من ساعة، وأنا حاسس إن أنا عاجز عن التفكير، وهم شكل تأثرهم طلع في الصوت العالي وفي الشغب اللي عاملينه. تخيل نفسك في الموقف ده، أكيد هتزعل جدا من نفسك وتحس بإحراج، وهتحاول تساعد بكل اللي تقدر عليه. أهو الموقف ده بقى بيحصل بأشكال مختلفة بشكل أشبه باليومي في حياة بعض الناس عايشين معانا. فمثلا لما ربنا بيدي الواحد طفل قدراته الدراسية أو التحصيلية قليلة شوية، ونفضل إحنا بقى نتهم الأهل بتقصيرهم معاه ونبكي أمه من كتر شكاوينا من غبائه أو ضعف تحصيله، وللأسف إن في عوائل كتير جدا بيبقى سبب الطفل ده أذى نفسي كبير وبنسبب له إنه يعني مش عارف يتصرف إزاي. وللأسف برضو إن اللي بيعمل كده في الطفل ما بيبقوش المدرسين ولا الناس اللي ما يعرفهمش الطفل، دول بيبقوا أقرب الناس ليه. ويا سلام بقى لو في بيت عيلة، ولاد عمه ولاد خاله شاطرين ومتفوقين، بيبقى الولد اتحكم عليه بتدمير نفسيته، وبدل ما نركز على الحلو اللي في الطفل نفضل نركز على سلبياته ونعليها، ونتهم أمه وأبوه بالتقصير بدل ما نساعد أو ندي حلول أو حتى مندخلش نفسنا خالص. فنكره الطفل في أمه وفي أبوه وفي نفسه وفي كل واحد موجود حواليه، ويفضل الطفل أو كل واحد من اللي موجودين في العيلة يدور على اللي أضعف منه عشان يصب عليه غضبه وعصبيته ونرفزته. إحنا النهاردة معانا مشكلة حصلت في بيت من بيوت العيلة نتيجة المقارنات اللي بتحصل بين الولاد وبعض، وصلت أسرة الطفل اللي مطلوب منه الكمال ده لوضع حرج. فيا إما الأم والزوجة تضغط على نفسها وتبهدل ولادها نفسيا، يا إما تروح على بيت أهلها في مركب السلامة. المشكلة معانا على صفحة البرنامج من امبارح، وتقدروا تشاركونا بآرائكم عليها إن شاء الله ونستعرضها على الهواء. أما عن ذكر اليوم معانا فهو: الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. بيروى عن أحد الصحابة أنه بيقول: بينما نحن نصلي مع رسول الله إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. ربنا يجعلنا وإياكم ممن تفتح لهم أبواب السماء. خلينا نعيش معاكم في طقوس أو في رحاب أحد سور القرآن، ونرجع نشوف معاكم باقي فقرات سورة مريم. سورة مكية.